والله شوف، انا حكيت مع مدام منيا، يظن انتم حكيتوا معها توا قبلي، فمراه معناها مثقفه، مراه لطيفه كذلك، فريت انه بما انه هو العرض مدعم من وزاره الثقافه، هو العرض من انتاج وزاره الثقافه، العمل المدعم يعني من العمل من الفن المدعم من صندوق الدعم والتشجيع. فقلنا علاش لي ما نتبرعوش بها للجمعيه، وهي حكيت لي على الجمعيه معناها واهداف الجمعيه. والحاجه الثانيه، احنا كنا نحكيوا على تنميه ثقافيه في الجهات، خاصه في الجهات، ما تجيش تنمية ثقافية بطريقة معناها كالمتاع الكلام، اي برا تنمشيو نتعداو ونهزو قافلة، وبعد القافلة شنو اللي فما؟ وبعد الكلام هذاك شنو اللي فما؟ لازم عمل متواصل. وانا نأمن انه تنمية ثقافية ما تقومش بها الدولة وحدها. ما فيش شك. معناها إذا كان احنا كي تجينا فرصة ما نكونوش مساهمين فيها، ما زايدة. صحيح.